الاستوديو الممتاز به استاذ ممدوح الكواليني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك استاذ عبد الناصر زيدان، وتحياتي لكل مشاهدي برنامج كره بلدنا وقناه ال سي سي، وكل ضيوفك الموجودين معاك في الاستوديو. طبعا ناقدنا الرياضي الكبير والمعلق الكبير كابتن خالد كامل، ونجم النادي الاهلي الكابتن صديق جمال، والكابتن محمود سلطان. الاتحاد السكندري خاض مرانه الاساسي الساعه 8 مساء الجمعه على ملعب رادس استعدادا لمقابله الترجي التونسي في اياب دور ال 32 للبطوله العربيه. المباراه طبعا يوم الاحد الساعه 8 مساء، وظهر جميع اللاعبين بحاله جيده، وشهد المران حماس كبير، واطمئن الكابتن محمد عمر على كافه اللاعبين من الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه. طبعا الكابتن محمد عمر اكد لي ان فريقه مصمم على حسم التاهل لدور ال 16، ولديه اكثر من فرصه ومتمسكين بكل الفرص للتاهل لدور ال 16. كان يا استاذ عبد الناصر السفير المصري الاستاذ نبيل الحبشي دعا بعثه نادي الاتحاد السكندري الى مأدبه غزاء اليوم، ولكن اعتذر الكابتن محمد عمر واللاعبين عن الحضور لزياده التركيز في المباراه، وحضر الاستاذ محمد مسلحي ونائبه الاستاذ هشام حسن نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري واعضاء المجلس والمرافقين للبعثه، طبعا مستشار حازم ابو هاشم رئيس النادي الاسبق. والاستاذ محمد مسلحي اهدى السفير المصري نبيل الحبشي درع نادي الاتحاد السكندري. طبعا بعثه نادي الاتحاد السكندري هناك امل كبير، ويمكن دعا الاستاذ محمد مسلحي ومجلس الاداره عدد من المواطنين المصريين الموجودين في تونس لمؤازره نادي الاتحاد السكندري في ملعب رادس يوم الاحد ان شاء الله في الثامنه مساء. دي اخبار نادي الاتحاد السكندري. نتجه لسموحه سريعا استاذ عبد الناصر. سموحه ادى تدريبه اليوم على ملعب النادي استعدادا لملاقات الاهرام سبورت بعد غد بالاسكندريه ان شاء الله، والكابتن علي ماهر شرح الاخطاء اللي وقع اقاع بيراميدز مش الاهرام سبورت. خلاص بقى سابقا بيراميدز يا استاذ عبد الناصر، يوم شرح الاخطاء اللي وقع فيها الفريق في المباراه السابقه وبالاخص في مباراه طلائع الجيش. وعقب المران اجتمع المهندس محمد فرج عامر بالجهاز الفني واللاعبين، وطلب منهم بذل مزيد من الجهد وعدم اضاعه الفرص والفوز في المباراه القادمه، وبذل الجهد الكبير حتى يعود سموحه للمنافسه على المربع الذهبي ان شاء الله. طبعا استاذ عبد الناصر احب من خلال برنامجك اشكر الاعلامي محمد زغلول اللي مدنا بالفيديوهات الحصريه وعدد من الصور في تونس لبعثه نادي الاتحاد السكندري وتمرين نادي الاتحاد السكندري اليوم في رادس. بشكره من خلال حضرتك لان هذه الفيديوهات والصور حصريه لبرنامج كره بلدنا فقط. شكرا جزيلا استاذ ممدوح الكواليني. قبل ما نروح